السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 17 في مقرر محاسبة التركات في 315 في تخصص المحاسبة في قسم الإدارة. ندرس فيه بإذن الله عز وجل من هذه الحلقة وما بعدها جوانب تطبيقية متعلقة بمحاسبة التركات. كنا في حلقات سابقة اهتممنا بالجانب التأصيلي وهو مهم، ولا يمكن أن تطبق إلا بفهم القواعد الشرعية والتقسيمات العامة للفرائض التي حدها الله عز وجل في كتابه، وكذلك بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، وكذلك أكملها الصحابة في بعض القضايا والنوازل التي حصلت في عهدهم. فيأتينا هنا الجانب التطبيقي العملي، ويهمكم كثيرا أنت كطالب المحاسبة، لأنك الآن تبدأ تحسب التركة، تحسب أصل المسألة، حتى بموجبها تقسم المال الموجود على الورثة، تعرف كم يصاب كل واحد. حتى نفهم قضية التطبيق العملي كيف نحسب التركات، نحتاج أن نعرف النسب الأربع، ونحتاج كذلك أن نعرف تأصيل المسائل أي استخراج أصل لها. فنبدأ بالنسب الأربع، وهي مسألة ربما مرت عليكم في الفرائض في الرياضيات، لكن نحتاج أن ننقلها هنا في علم الفرائض والتركات لأن نحتاجها. كذلك ممكن أن نستفيد ما يسمى القاسم المشترك الأكبر والأصغر. القاسم المشترك الأصغر يفيدنا كذلك في تأصيل المسألة ومعرفة كم يناسب أن يكون أصل المسألة إذا اجتمع فيها أكثر من فرض. طيب نبدأ بالنسب الأربع، استعيننا بالله عز وجل. نقول النسب الأربع إما أن يكون النسب هي بين الفروض إما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة. إذا جينا ننظر في النسب بين الفروض الموجودة في المسألة مثل ربع ونصف، أربعة واثنين، هل العلاقة بينهما، ننظر بالنسبة الأربع، مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة؟ هذه مسألة مهمة حتى نعرف بموجبها تأصيل المسألة أي كم أصل المسألة. مثلا المماثلة، أظن من اسمها المماثلة أمر واضح وظاهر. فالمماثلة هي التساوي بين عددين أو مجموعة أعداد. مثال، مسألة فيها نصفين اثنين واثنين، مسألة فيها ثلث وثلث، أم وإخوة لأم، سدس جدة مثلا وأخت لأب مثلا، سدس سدس. إذا المسألة فيها تساوي بعددين أو أعداد، ولا لك ما يحتاج أن نبين لك حد الرقمين بينهم مماثلة. فالستة واضح أنها مماثلة، الأربعة مثلا السبعة، وكذلك الثمانية مثلا الثلاثة والسبعة. عندنا النسبة الثانية المداخلة، والمداخلة من اسمها تداخل ينقسم أكبر عددين على أصغرهما بدون كسر، ينقسم أكبر عددين على أصغرهما بدون كسر. أعطني مثال، مثال أربعة من اثنين، فأربعة ينقسم على الاثنين، ستة مع ثلاثة ثمانية أربعة، فالعلاقة بينهما مداخلة. وسنعرف بعد قليل ماذا نعمل إذا كان هناك مداخلة. فش رأيكم، الستة مع اثنين هل بينهما مماثلة أو مداخلة؟ قل لا شك مداخلة، هنا مماثلة. ثمانية مع أربعة
مداخلة 7 مع 7 مماثلة. طيب ايش رايكم 9 و12؟ تقول لا مداخلة ومماثلة، سيأتي العلاقة بينهما. 5 و6 ما يجي، لا مداخلة ومماثلة. 8 مع 8 مماثلة. 12 و3 هل ترى في مداخلة؟ نقول نعم في مداخلة، فينقسم أكبر عددين على أصغرهما بدون كسر. 12 تقسيم 3 4. 12 و4 مثلها تنقسم. 7 و8 لا. طيب عندنا الآن الموافقة، والموافقة هي أن لا ينقسم أكبر عددين على أصغرهما، لا ينقسم أكبر عددين على أصغرهما لكنهما يقبلان القسمة على عدد ثالث. فهو أكبر عددين لا ينقسم على أصغرهما لكن يمكن أن يقبلان القسمة على عدد ثالث. فمثال عليها مثلا 4 مع 6، فالستة لا تنقسم على 4 إلا بكسر فتسمى موافقة. 8 مع 10، 12 مع 9. يلا تفضل، 6 و4 ايش نقول؟ بينهما موافقة. نعم. 8 مع 6 موافق. 9 و6 موافق. يمكن أن نرى عددا ثالثا ينقسمان عليه. 9 و6 كلاهما ينقسمان 3. 12 و9 كلاهما ينقسمان على 3. 21 و27 موافقة ينقسمان على 3. طيب حدد المماثلة والمداخلة والموافقة. طبعا هنا 5 و6 ما فيه. طيب 8 و8 واضح مماثلة. 6 و3 لأنك تلاحظ أنه ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر، تسميها إيش؟ مداخلة. طيب 9 و6 وش نسميها؟ طبعا لا ينقسم 9 على 6. طيب ما الحل؟ فيه رقم آخر عدد ثالث يمكن ينقسمان عليه مثل 3، فنقول هذا موافق. 7 و8 هذا ليست موافقة ولا مداخلة ولا مماثلة. طيب عندنا النسبة الرابعة المباينة. التباين هو الاختلاف والافتراق، فأن لا يكون بين العددين لا مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة. أظن الأمثلة واضحة. مثال 2 و3 4 مع 5 7 مع 9، ما في ولا قاسم مشترك بينهما ينقسمان عليه بدون كسر، هذا نسميها مباينة. وش رأيكم؟ 6 و7 مباينة، 8 و9 مباينة، 9 و10 مباينة، 13 و15 مباينة. طيب 6 و11 كذلك مباينة. طيب الآن في جدول عام 5 و6 ممتاز مباينة، 8 و8 مماثلة، 6 و3 بدينا شوي تكثر علينا المعلومات. لا إن شاء الله الأمور سهلة ويسيرة. طيب 6 و3 هذا نسميه إيش؟ ينقسم الأكبر في الأصغر، شو نسميه؟ لا ليس موافقة إنما مداخلة. 9 و6 هذا لا ينقسم أكبر الأصغر لكن بينهما قاسم مشترك نسميه موافقة. 7 و8 مباينة. طيب إيش رأيكم؟ 6 و6 هذه واضحة مماثلة. 2 و3 ما في طبعا قاسم مشترك بينهما ولا في كذلك القسم الأكبر الأصغر. الحل نقول هذه مباينة. 4 و6 لا ينقسم الأكبر في الأصغر لكن بينهما توافق، نقول هذه موافق. 8 و3 هذه
ما ينقسم طبعا 8 على 3 شو نسميها؟ مباينة. طيب 9 و12 لك تلاحظ انه يمكن نشوف قاسم مشترك بينهما مثل الثلاثة، القاسم المشترك الأصغر بينهما تدرسونه كثيرا في برامجكم في المحاسبة وكذلك في الرياضيات، القاسم المشترك مثل الثلاثة في العلاقة الآن موافقة. طيب هنا 2 2 مماثل، طيب 7 و9 اللي ما في طبعا قاسم مشترك منقسمين عليه، فنقول هنا مباينة. 2 و6 يعني اختبر فهمك، يعني هل الستة ممكن تقسمها 2؟ فقلنا نعم، فالعلاقة إذن مداخلة. 4 و12 هذه مداخلة. 12 و16 ما ينقسم الأكبر في الأصغر، لكن بما أنهما عددان شفعيان زوجيان يمكن أن نشوف قاسم مشترك مثل 2 بينهما إيش؟ موافق. إذن اتضحت لنا أيها الإخوة موضوع النسب الأربع، أي كيف ننظر في فروض المسألة العلاقة بينهما حتى نستخرج تأصيل المسألة. فكأن عندنا نقطتين، نسب الأربع وهي نظرة في الكسور الموجودة، احنا نتعامل مع كسور ربع سدس ثمن، فنشوف العلاقة بينهما بالنسب الأربع حتى نصل إلى تأصيل المسألة، تأصيل أن نجعل أصل لهذه المسألة. فتأصيل المسألة نبدأ به في هذه الحلقة ونكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله. التأصيل يعرف بأنه تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، نحصل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. مثال 6 مع السدس، 4 مع الربع، 2 مع النصف، 3 مع الثلث، و2 فالتأصيل له حالات. قبل أن نبين حالاته أريد أن ننظر إلى السبورة معا وأن نحاول أن أقول نحاول معا أن نعرف حاجتنا لتأصيل المسائل. تلاحظون الآن مثلا لو كان في مسألة مثلا زوج وابن، شفت امرأة تركت زوج وابن، المسألة من كم؟ عفوا المسألة قبل ذلك كم للزوج؟ النصف ولا الربع؟ كيف الوارث؟ يأخذ الربع الباقي للابن. نقول الآن نؤصل المسألة، لأن نجعل أصل المسألة، وهذه مر معنا في بعض التطبيقات السابقة كنت أستعجل فأشوقكم لمعرفة تأصيل المسائل، الآن هذا وقتها الآن. فنقول من أين نستخرج أصل المسألة؟ بموجبه نقسم السهام ثم نقسم كذلك التركة. نقول ما دام في ربع هنا فالمسألة من 4، كم للزوج؟ ربع 1، كم سيبقى الابن؟ 3. طيب لو مثلا زوجة وبنت وأخ شقيق، وش رأيك؟ الزوجة كم نعطيها؟ في فرع ثالث نعطيها الثمن. طيب البنت النصف، نعم النصف. طيب والأخ الشقيق هل تقول محجوبة الآن بالبنت؟ لا ما تحجبه البنت، فيمكن يكون له الباقي،
فهو من العصبة مثل العم الشقيق، فهو من العصبة فيأخذ ما بقته الفروض، أعطوا الفرائض والحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر موجود الأخ الشقيق فيعطيها الباقي. الآن ننظر حتى نعرف تأصيل المسألة بالنسب الأربع، ننظر إلى المسألة بالنسب الأربع. طب المسألة فيها ثمن ونصف، طب العلاقة بين الثمانية واثنين شو نسميها؟ مماثلة؟ لا، مداخلة، تدخل اثنين في الثمانية فينقسم، لو نقسم ثمانية على اثنين بدون كسر نقول نعم. طيب إذا كان مداخلة سيأتي عندنا القاعدة أن نأخذ العدد الأكبر، فنقول ثمانية كم الثمن؟ واحد. كم النصف؟ أربعة. كم سيبقى؟ ثلاثة للأخ الشقيق. وبهذا تنضبط عندنا حلول التركات وقسمتها إذا فهمنا هذه المسائل. طيب مثال آخر، لو قلنا مثلا في المسألة أم وأخت لأم وابن عم شقيق، لاحظ الآن في المسألة أم وأخت لأم وابن عم شقيق، الأم كم لها؟ ماذا منها؟ ما في الوارث ولا في جمع الإخوة، تأخذ نصيبها الأكثر كما درسنا. نتمنى أن نرجع إلى أصول المسائل وهي جداول العامة في الفرائض سواء في الأوراق أو في العرض السابق حتى تضبط، لأنك لن تستطيع أن تفهم كثير من المسائل إلا بفهم الحلقات الأولى وجداول العامة وحفظها وضبطها. الأم كم نعطيها؟ نصيبها الأكثر، كم نصيبها الأكثر؟ ثلث طبع. فإن لم يكن له إخوة فلأمه الثلث. فالأخت لأم هي واحدة الآن، نعطيها السدس. ابن عم شقيق هذا من العصبة فنعطيه كم؟ الباقي. تلاحظ الآن ما دام فيه الآن نحاول تأصيل المسألة، أي استخراج أصل المسألة. نقول ما دام المسألة فيها ستة وثلاثة فما العلاقة بينهما؟ مماثلة؟ لا، ثلاثة مو ستة، وستة وليست ثلاثة. طيب العلاقة إيش؟ هل نقول مداخلة؟ اقسم ستة تقسم ثلاثة تنقسم، نعم بدون كسر، إذا العلاقة بينهما مداخلة. فنأخذ الأكبر فنقول أصل المسألة من ستة، كم الثلث؟ اثنين. كم السدس؟ واحد. كم الباقي؟ ثلاثة. ماشي معنا؟ جيد. نعطيكم مثال آخر، كل هذا محاولة تقريب كيف نستخرج أصول المسائل، هذا نسميه أصل المسألة، لأن أصل المسألة نحتاجه كثيرا في التطبيقات العملية بإذن الله القادمة. لو قلنا المسألة مثلا زوجة وأم وأب، هذه تذكر تسمى مسألة عمرية، عمرية بالنسبة لعمر رضي الله عنه. الزوجة كم لها الآن؟ ما دام ما في فروع نعطيها الربع. الأم كم لها؟ الأصل نعطيها الثلث، والباقي للأب اللي ما في فروع نعطيه الباقي. الآن ننظر بالنسب الأربع، بين الأربع والثلاثة وش بينهم؟ شوف الأربع والثلاثة الذي ما العلاقة بينهما بالنسبة للأربع؟ مماثلة؟ لا، مداخلة؟ لا، ما تدخل هذا في هذا. موافقة؟ يعني في عدد ينقسمون عليه، في قسم مشترك؟ ما فيه. إذن
هذه مباينة، وسيأتي بإذن الله الحلقة القادمة أن المباينة نضرب هذا في هذا فيكون 12، فربع 12 ثلاثة وثلثها أربعة، وكم سيبقى؟ خمسة للأب. لكن في إشكال طبعا، فنقول لها ثلث الباقي، والباقي هنا تسعة كما مر معنا في المسألة العمرية، فثلاثة للأم وستة للأب، لها ثلث الباقي مو ثلث المال كله. طيب تلاحظ الآن، لو قلنا في المسألة زوج أخت لأب، زوج وأخت لأب، قسم المسألة، الزوج كم له؟ النصف، ما في الوارث. الأخت لأب ترث هنا؟ نعم ترث، كم لها؟ نصيب النصف. الآن نحاول أن نعرف أصل المسألة. تلاحظ فيه اثنين واثنين، وش العلاقة؟ علاقة سهلة مماثلة. إذا كانت مماثلة خلاص نأخذ رقم واحد، فنقول اثنين أصل المسألة، كما أن أصل المسألة هنا 12، فنقول الزوج واحد وللأخت لأب واحد. طبعا هذه تقريب وتصوير لكيف نعرف تأصيل المسألة. هذا بدأنا بالنسبة الأربع كما في هذه الحلقة، ونكمل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة كيف نتعامل مع الفروض إذا كان أكثر من فرض اثنين أو ثلاثة، وخصوصا إذا كان فيه توافق أو تباين، إذا كان فيه فرض لم يكن فيه فرض، إذا كان فقط مجرد عصبة. هذا كله بإذن الله عز وجل ستكون معنا حلقة شائقة وممتعة في الحلقة القادمة، وألقاكم على خير ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.